مدينة الموصل يعني أكلاتها تتميز عن باقي المحافظات. راح نحكي على الكليتشة. طبعا احنا أكلات هذا المشغل هو بأكلات موصلية، ومنا من تجي مناسبة العيد نعمل كليتشة. فيعني من شعائر العيد، ومن خلينا نقول تحس اكو عيد هي بالكليتشة. فمدينة الموصل تبدأ يعملون الكليتشة. فمثل هسه احنا عندنا مشغل يلتمون كلهم العاملات ويبدأون يشتغلون. اما بالبيوت الجيران الاقارب الايش ينجمعون كلتهم ويعملون الكليتشة. ام عماد حتى لو موجودة بصراحة الحلويات بالكامل ما استغنى عن الكليتشة، هاي لازم تكون موجودة بكل بيت. العلم يعني تطورت الحلويات، ولكن يرجعون على يعني الكليتشة. دقيقة سلكي بصراحة بالفرن الغاز اطيب له بفرن طبعا فرن الطين تشتم لها ريحة، تشتم لها نكهة، يعني غير الغاز. يعني ما غلى الأسعار حاليا، جوز تقريبا ب 12 ب 14 ونص. إي والله المواد كلها غلت. أنتم بشخط تبيعون؟ الكيلو ب 12، لأن هو المشروع مشروع خيري. هو مشروع خيري ما مشروع تجاري. فنبيعه بأسعار زهيدة، بس اللي يطلعون بس أجرة العاملات. مراحل العمل ماذا أشهر؟ هي أول ما تبدي يعجنوها طبعا بالحليب والدهن والزبد. بعد ما يعجنوها يخلونها خميره كلش قليله، هي مع يشتغلوها تختمر بديهم فيبدون يشتغلون. هسه احنا على حاليا اليوم عندنا تمر وجوز نرجيله، هاي الطلبيه اللي عندنا. افا يعملون التمر، يعملون الحوافي، يعملون المحشي، فحسب يعني طلب الزبون. ايش تشتغلون بعد العماد؟ نحن نشتغل كل الاكلات الموصليه، الزبيبيه، اللبنيه، الكباب، العقوق، الدولمه، كل الاكلات. واكو اكلات يطلب الزبون يعني نشتغله، مقلوبة، برياني، باتشا، بمبارات، كل الأكلات اللي ناكلها بالبيت. الحجم إيش نحددونه؟ الحجم نحدده بكوب أو استكانة حسب الطلب. قياس واحد. يعني يجي قياس واحد. قياس واحد لازم، قياس واحد. وهاي القدلة؟ القدلة ما كل وحدة طبعاً تعرف تقدلها. يعني هاي هم لازم ممارسة. ممارسة. نعم ممارسة. اريد اسالك ايضا، هسه انت قاعد تشتغلين الجوز لو عطشاء الجوز الهند؟ جوز الهند. والجوز من عايش يشتغل؟ البنات هنا. ايه هنا هذا. تختلف حجم القطعه او لا بس النقشه تختلف. كن اشتغلت فستق يعني بعض منهم يشهون فستق. فستق اخضر قلبي. سمسم. سمسم ايضا. سمسم والفستق. والفستق العبيد. باستثناء الجوز. ايه ما هي المطلوبة اكثر صراحة؟ التمر. تمر كثير ناس يطلبون جوز وتمر وحوافي. المدوغايات. المدوغايات هي الحوافي، هي لها عدة اسماء. الطحين اللي تستخدمونه؟ طحين الصفر درجة أولى لازم. لازم يكون حيلاني. حيلاني هي درجة أولى يعني أبيض.